في الخواتم المباركة. هذا ندشن اليوم المنحة السعودية المدعومة، ورحب بمعالي وزير الكهرباء والأشقاء والأخوة من البرنامج السعودي ومن المملكة العربية السعودية، الذي أتوا اليوم إلى العاصمة عدن لندشن جميعا منحة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وهذا ليس بغريب عليهم، وهم أهل العزم والحزم الذي أدوا وحضروا يوم الفزعة، وبالتالي استمروا معنا في الخير. الكهرباء أو قطاع الكهرباء بشكل عام كان يعاني من مشكلة كبيرة جدا مؤرقة لنا نحن كحكومة، وأيضا للسلطات المحلية، بتتمثل بعجزنا عن توفير الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء، وبتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، تم التوجيه بهذه المنحة الكريمة والتي سقفها المالي 422 مليون دولار، سيكون لها دور كبير جدا في تحقيق الكثير من الأمور للحكومة وللشعب بشكل عام. نحن كحكومة ستمثل لنا هذه المنحة متسع كبير للتفكير بوضع حلول مستقبلية لأزمة الكهرباء، كذلك ستعمل على إيقاف نزيف العملة الصعبة من البنك المركزي، وستعمل على استقرار للعملة، ستعمل أيضا على توفير عدد من الوظائف، تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. البرنامج طبعا عمل على الكثير من الإجراءات في سبيل حوكمة المشتقات النفطية بوجود الكثير من اللجان من عدة جهات حكومية، من وزارة الكهرباء، المؤسسة العامة للكهرباء، وكذلك وزارة النفط، وأيضا وزارة التخطيط. هذه اللجان ستعمل جنبا لجنب مع البرنامج في سبيل التأكد من وصول المشتقات النفطية إلى المستفيد النهائي. طبعا سيكون هناك أيضا مراقب أو تفتيش، شركة تفتيش محايدة تعمل على مراقبة صرف الكميات والتأكد من وصولها إلى المستفيد النهائي. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك منصة إلكترونية تعمل على بث جميع تقارير صرف المشتقات لتؤكد الشفافية والنزاهة في عملية صرف المشتقات النفطية إلى المستفيدين. Thank you.